السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ حل المسألة على الـ Efficient Frontier. أنا دلوقتي مديني رسمة، هو طالب في المسألة، طالب إنك تطلع الموديل وتطلع وتكتب الـ Efficient Frontier. الموديل هتسيب دلوقتي المسألة من النوع التالت، هنخلصها هنعملها بعد ما نخلص دوت. هنحل المسألة عن طريق إن زي ما احنا قلنا هنطلع لها الـ BT زي ما احنا عملنا في الفيديو اللي فات. نطلع البي تي، نطلع البي تي، نرسم لها المنحنى. المنحنى ده عبارة عن طريق نقط، اكبر نقط موجودة هي المنحنى، ما ينفعش تعمل كسر وما ينفعش تعمل تحت وفوق، هو المنحنى يكون في اتجاه واحد. فانا عندي المسألة هيت، عندي واحد انبوت، عندي اتنين اوتبوت. هنبدأ نقسم الاوتبوت على الانبوت الاولاني، الاوتبوت الاولاني على الانبوت. هنبدأ نقسم الاوتبوت الثاني على الانبوت، وكل نقطة هتبقى عبارة عن كل بروسيسور هتبقى عبارة عن نقطتين نطلع عن طريقها الافيشنت. فلو جينا مثال لأول نقطة، 10 على 10 هتبقى 1، 30 على 15 2، 36 على 12 3، 25 على 22 هتساوي 1.136، 31 على 14 هيساوي 2.214، وهكذا. وهي دي الحاجات اللي احنا عملناها هنا دلوقتي، هيت هم دولت، دي التلاتة عشان بس هتشلبط. طلعنا البي تي، طلعنا البي تي الانبوت اهوت، البي تي البي تي احنا كاتبهم بس عشان التوضيح كلهم يكونوا باينين في لقطة واحدة. يعني انا دلوقتي هتكون عندي مجموعة من النقط البي تي والبي تي، فهبدأ ارسم الافيشنت فرونتير. الافيشنت فرونتير اهوت، ربنا يستر على المظلم. انا لو لاحظت عندي هنا، لو قلنا ان دوت هيبقى البي تي على الان، ودوت هيبقى البي تي على الان، لاحظت ان البي تي على الان 1.2 1.1 2.2 1.5، يعني اكبر قيمة فيه 2.2 وكمان بيبقى فيه 1.1. فانا يعني هخليها ماشية بأجزاء 2.2 عشان تبقى واضحة أكتر معايا، وهي أخرتها يعني 2.8. فلو قلنا هتبقى 2 مثلا و6، 2 و4، 2 و2، 2، 1 و8، 1 و6، 1 و4، 1 و2، 1.8، 6.10، 4.10، 2.10، 0. نضطر نمسح الخط دوت. المفروض اصلا انت ما ترسمش الخط، يفضل يعني انا بعمل انك ما ترسمش الخط اصلا. بكتب النقط الاول للطريقة اللي انا هكتب بيها، اذا كانت وحايد او مصاص او 1.10 او 2.10، وبعد كده ارسم، بحس ان انا ما تنش كل شوية امسح واتلخبط او اجبر نفسي ان انا امشي بمعدل معين، غير ان انا محتكم افضل امشي بيه. التاني التاني ماشي بواحد، 8.10، 5.10، 7.10، 5.10، 3.10، كلها اكبر فيها قيمة اصلا واحد، فانت بالتأكيد هتمشي 1.10. فلو قسمنا يعني مش مظبوط بالتأكيد بس يعني بنحاول، ده هيبقى 1.10، 2.10، 3.10،
أربعة من عشرة، خمسة من عشرة، ستة من عشرة، سبعة من عشرة، تمانية من عشرة، تسعة من عشرة، واحد. هنشوف نبدأ نشوف دلوقتي أول قيمة عندنا. أول قيمة عندنا هي كام؟ أول قيمة عندنا هي واحد واحد من عشرة. واحد واحد، واحد واحد اهيت. هنسميها باسمها اللي هي بروسيسور ايه، عشان هيبقى هيطلع لك كمية نقط كتيرة، فانت عشان ما تتلخبطش يفضل تكتب النقط على طول. تاني نقطة عندنا اتنين وتمانية من عشرة. ما تنساش ما تتلخبطش ده ايه وده ايه، عشان لو الارقام متشابهة احنا يعني ايه المثال دوت الارقام كبيرة، يعني في هنا وحيد واتنين من عشرة واحد من عشرة وهنا اجزاء من واحد، فعشان كده هتبقى باينة. لكن لو افرض الحاجة الارقام كلها زي بعضها متشابهة، فتذكر دايما انت حاطط ايه على الاكس وحاطط ايه على الواي. اذا كان البي تي هو اللي على الاكس او البي تي هو اللي على الواي. فعملنا دلوقتي ايه، هنعمل بي. بي عبارة عن اتنين وتمانية من عشرة. نطلع من التمانية من عشرة اهوت على الاتنين بي. التالتة هتبقى تلاتة ونص، انا نسيتها ديت. اتنين وتمانية من عشرة تلاتة، لان احنا هنضطر نمسح تاني. احنا قلنا نص وثلاثة من عشرة، النص اهوت. اتمنى يطلع مظبوط. نص وثلاثة وثلاثة، وديت السي. عملنا الاي والبي والسي، هنعمل الدي. واحد وواحد ثلاثة من عشرة، ماشي. و سبعة وسبعمية سبعة وعشرين من ألف. لو بدأنا هوت البي تي سبعة مثلا، نزود لها حاجة بسيطة. واحد واحد من عشرة هنزود لها برضو حاجة بسيطة. هوت عندي سبعة هوت. واحد واحد من عشرة بينهم، فان يعني زيادة عن نص نقطة يعني. دوت هو الدي. الاي اتنين واتنين من عشرة ونص تقريبا. اتنين واتنين من عشرة ونص، هنزود على نص بحاجة بسيطة برضو. يمكن كام، واحد ونص. نص نص نص. اتنين واتنين من عشرة ونص. اتنين واتنين من عشرة ونص. بداية الاي. الاف واحد ونص وتلاتة من عشرة. واحد ونص وتلاتة من عشرة. عن تلاتة من عشرة هيت. واحد ونص اللي هي هنا تقريبا كده، اللي هي هتبقى عبارة عن كام؟ عن الاف. وكده احنا رسمنا النقط كلها هيت. كده النقط كلها موجودة عندي، ال A ال B C D ال E ال F، اللي هو الجدول اللي انا كتبته. زي ما قلنا احنا بنشوف اكبر منحنى، مش عايزين نعمل اي كسر، فمن الواضح كده ان ال A وال B وال C هما اللي عاملين المنحنى. طبعا انا عشان مقصر من هنا، فهو مش هيبان ان انا هعمل منحنى كويس. هي تكمل كده يعني، هو ده المنحنى اللي هيطلع معايا كده بالمنظر ده. هو ده الافيشنت فرونتير. وكده تقريبا هي دي كده الافيشنت فرونتير اتعمل. ونكون خلصنا ان شاء الله.